الستة ودرجين من زنا مواصلين معاكم حتى للسبعة. انت على عشية ولا انت على الليل ما عادش تفهمها بين الصيف وشتاء. اذك علاش من زنا مواصلين معاكم ديما نشكركم لاختياركم 91.5 ل 95.2 ل 105.6. عندكم اي استفسارات نجموا تصلوا بينا على 72 280 300. من زنا مواصلين معاكم توا وصلنا الفقرة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة وبدون الرياضة مانيش عارف بقيت الجملة. اما الرياضة هي اهم حاجة. اذك علاش فلاش سبور فلاش سبور فلاش سبور. دونك انيسيتي سيداتي سيدتي ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع والتشكيلة المحتملة لمنتخبنا غدوة اللي يواجه المنتخب الوطني التونسي نظيره الدنماركي في أول مبارياته من الدور الأول لكأس العالم قطر 2022. في المواجهة ستقام يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثانية بتوقيت تونس. التشكيلة المحتملة لجلال القادري هي تتكون كالآتي: أيمن دحمين في حراسة المرمى، علي العابدي، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان بروين، محمد دراجر في وسط الميدان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، وزوز مهاجمين اللي هما يوسف المساكني وعصام الجبالي. معنا عبر الهاتف زميلنا المتألق في المجال الرياضي واللي مبهرنا نعم رقم واحد بدون موازع، رقم واحد بدون موازع، محمد الدريدي. مرحبا بك محمد. مساء الفل زي، اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بصديقنا فارس. مرحبا اخويا، مرحبا بكم وتحيه لكل مستمعي راديو كابوتيل. نورتنا اخويا. كنت تسمع فينا ذي نورمالمون التشكيله المحتمله بنسبه 90% اللي باش يبدا بها منتخب النسور غدوه. كنت قلنا حما شنو رايك في التشكيله، شنو هي حظوظ المنتخب التونسي؟ والله زي قبل كل شيء ساعه نحكيوا شويه على التشكيله الاساسيه تقريبا اللي كنت الاسماء اللي كنت تذكر فيهم تقريبا باستثناء اسم ولا اثنين. مش كون هي التشكيله الاساسيه مش تواجه يوم غد المنتخب الدنماركي. نحكيوا شويه في محور الدفاع وحسب الحصه التدريبيه الاخيره. نجموا نحكيوا على الثلاثي منتصر البطالبي، نادر الغندري، وديلان براو. مع الاختلاف مش يكون في ثلاثي محور الدفاع من الجهه اليمنى محمد الدراجر، الجهه اليسرى علي العابدي، في وسط الميدان الياس السيري، عيسى العيدوني، انيس بن سليمان، وفي الهجوم يوسف المساكني وعصام الجبالي. تقريبا بنسبه 90% هذه التشكيله الاقرب مش تواجه يوم غدا المنتخب الدنماركي. حما حسب رايك انيس بن سليمان، انيس بن سليمان لاحظناه في المباريات اللي تعداوا للمنتخب كان يلعب كجناح ايمن. لهنا زعما بالتشكيله هذه انيس بن سليمان مش راهو قدام معناها في وسط ميدان ورا لي زاتاكون قدام البيفوات ولا باش يلعب اللي يدروها؟ شنو رايك؟ نقولوا انيس بن سليمان مش يرجع للمركز الاصلي نتاعو اللي هو مش يكون روليير في المباراه هذه، مش يلعب قدام عيسى العيدوني والياس الصغيري. وفي ما ننساوش انيس بن سليمان محترف الدوري الدنماركي، يعرف مليح الدنماركيه وعنده فكر على كره القدم الدنماركيه، خاصه كما قلت ايضا ما ننساوش مولود في الدنمارك ومن اصول دنماركيه. دونك هذه حاجه تري امبورطون للاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، خاصه اللي في الحصص التدريبيه الاخيره كان جلال القادري مركز برشا مع انيس بن سليمان ويحكي حتى على جنب معناتها وحده مع انيس بن سليمان. دونك مرسي مرسي بوكو حما، جوست كان تعطينا تكهنك شنو ترى المباراه غدوه، على شنو باش تلعب، شنو الجزئيات باش تلعب عليهم المباراه تاع غدوه، والنتيجه حسب رايك؟ زي اخويا ما مباراة صعيبة برشا، ما باش نكونوا واضحين وواقعيين مع انفسنا، مباراة مش تكون صعيبة. شفنا اليوم مباراة منتخب انجلترا وايران انتهت 6-2، الانجليز تفوقوا على الايرانيين، واقعية كبيرة. نعم واقعية كبيرة. دونك لاني تونسي مش نقول 50-50 في مباراة الغد ما بين تونس والدنمارك، وان شاء الله وان شاء الله نشوفوا الاولاد يلعبوا كرة قدم ما يخافوش من المنافس، واكيد ان شاء الله ثم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله معناها نزيدوا نذكروا على سبيل الدعابه كما غنيت سيف عمران، معناها غدوه نيول راو باهي، معناها على اسم الغنيه نيول باهي. ما نعملوش ما غلطوش غلطه 2018 زي انا اي صحيح نتعادلوا مع انجلترا ونتعادلوا مع اي ونربحوا بنما ليه كيك تولي مشاكل اخرى، لانه نلعبوا بلاش حسابات تكون افضل. انا نعرف المنتخب التونسي
وحتى عبر التاريخ وقت اللي نلعب كلاش حسابات ونلعب خارج الضغوطات تكون النتيجة تبع إن شاء الله ما ننساوش. هذه نقطة مهمة جدا اللي مش يكون حضور الجماهير التونسية مش يكون استثنائية يوم غد في مباراة الدنمارك في ملعب المدينة التعليمية في قطر. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو حما على التدخل نتاعك وان شاء الله نذكروهم بالحصه اليوميه نتاعك حما غدوه كاب مونديال غدوه سبيسيال كاب مونديال بدايه من الساعه الواحده بعد الزوال ان شاء الله تحاليل فنيه قبل المباراه ايضا ربط مباشر مع مراسلنا في قطر وائل فتوش اللي بطبيعه الحال مش يمدنا بالتشكيله الاساسيه ويمدنا بالاجواء الجماهيريه التونسيه اللي كما قلت واكدت عليها هي مش تكون استثنائيه يوم غد في مباراه الدنمارك. حتى البعض يتحدث ثم دخل تونسي غدوة في ماتش الدنمارك إن شاء الله ثم دخل الجماهير التونسية وإن شاء الله الجماهير واللاعبين يكونوا على أرض الميدان ويحققوا النتيجة الإيجابية اللي عندنا برشا نستنيه في التأهل للديزيان تور في كوب دو مون. ان شاء الله ان شاء الله حما ميرسي بوكو على التدخل نتاعك. دونك نعاود نذكروا السادة المستمعين غدوه الساعه الواحده بعد الزوال كاب مونديال فيها معناها ربط مباشر من قطر وفيها برشا اجواء المونديال نحكيو تونس. فارس قبل ما نتعدى انت اعطيني تكهنك للمباراه غدوه. مباراه غدوه حساسه باش تكمل 3-2 3-2 شكون المنتخب التونسي 3-2 مادام 3-2 برشا بونتويت وسكور موش تاع واحد بلياش واحد واحد ولا كيفيه انت خويا برا خليه تولي لعله وعسيه تمشي وكلامك صحيح ونولي وخويا شيلله سي فارس كمل عطينا شكون شي مركي غدوه شكون شي مركي لا اله الله محمد رسول الله. عندك الطفل ما خداش فرصته هاك الطفل المحلاه شكونو فارس تكلم ابو شعر حنا بعض حنا بعض المجبر مش يسجل غد وشكون اخر لا اله الا الله محمد رسول الله ما عنديش مخ شكون جست معناها حنا بعض باش يسجل وتونس بتشوف 3-2 حسب رايك 3-2 الاقرب انه يسجل عندك حنا بعض المجبري قد يكون دراجر فهمتني شكون اخر معناها هذاكم هم واضح فارس كريد نتعديه البارح كان الافتتاح بدا في المونديال افتتاح غايه وغايه في الروعه وانا كتونسي عربي مسلم افتخر باللي عملوا قطر خاطر الحق متاع ربي نراو في برشا عبيد احنا رينا قطر خدمه بلادها اول حاجه ابار مسلمين وابار عرب عبيد بدلوا بلادهم في مدة قصيرة من رملة عملوا بلاد ممتازة وممتازة جدا وخاصة الغرب اللي يقول لك عربي مشي وشافوا العربي شنو ينجم يعمل شافوا حاجة في بلدانهم ما يحلموش بها شافوا افتتاح غاية في الروعة وما غير أنهم ينكروا في جذورهم وأصولهم وواقعهم وحضارتهم ودنيتهم الكل ما غير ما نكروا في هذا الكل وعملوا افتتاح غاية في الروعة تنظيم ولا أروع كراو نجوم المنتخبات الكبرى كما جيرو في فرنسا اللي لعب في أكبر النوادي ويعيش في أحسن الفنادق ويعيش في أحسن المنازل كي يدخل لدخل الفندق نتاع المنتخب الفرنسي كيفاش بقى باهت وكيفاش قاعد يشوف المعنية في الزينة وفي النظام وفي بالحق حاجة روعة كيف ليونيل ميسي وما أدراك ما ليونيل ميسي كيفاش أعجب بالنزل وكيفاش أعجب بدولة قطر ككل جوارت كلهم اللاعبين الكل اليوم دارت فارس مباراة قبل ما نعطيك تعطينا رأيك اليوم دارت مباراة اللي الناس كل يستنوا فيها اللي بين لانجليتير وإيران كانت بفوز لانجليتير 6-2 وكانت ثم صارت مشكلة البارح أنه المنتخب الإنجليزي كان حب يدخل مباراة بالشارة متاع المثلية الجنسية لكن لهنا حذرت قطر من الحاجة هذه ورئيس الفيفا حذرهم أنه أي لاعب بشي
باش يرتدي الشارة تاع المثلية باش يكون عقابه الورقة الحمراء. على ذلك لاحظنا أنه ما فما حتى شيء معنا ما صار منه حتى شيء هذي, وقطر تربح الرهان مرة أخرى وتفرض عاداتها وتقاليدها. فارس خلي كلمة ليك. قطر أثبتت للعالم الكل اللي هي بالرسمي بلاد من لا شيء, قامت بكل شيء. قطر شرفت دول العربية الكل, ورت صورة باهية للعرب, ورت صورة باهية للإسلام, الدين الإسلام. أنت تشوف كيفاش كانت الدخلة متاع الافتتاح, تشوف كي معناتها حسب الفيديو اللي يتفرجنا فيهم كيفاش الآيات قرآنية في كل بلاصة ويترجموا بلغات أخرى. علاش مش العالم الكل يعرف اللي دين الإسلام هو دين التسامح, هو مناش كيما يتروج عند الغرب وفي الأوروب وفي أمريكا وكذا, اللي نحن العرب متخلفين, اللي نحن العرب دين الإسلام هو دين تعصب. بالعكس ورينا اللي ثم كل حاجة فيها البيه والخايب, كيما في الغرب فما البهي فما الخايب, احنا ديننا الاسلام باهي, لكن اللي شوى فيه هو الارهاب. قطر ورات اللي الدين متاعنا ماهوش هذاك اللي تفرجوا فيه في التلفزة, انما ديننا دين التسامح. ورات اللي الدول العربية تنجم تعمل 100,000 حاجة تنجم توقف بها مخاخ عالم كامل. برافو قطر, برافو قطر, ان شاء الله نشوفوا الدول العربية تمشي وتنسج على المنوال متاعك. ونذكروا بالآية القرآنية اللي ذكرت البارح في الافتتاح, اللي آية قرآنية تفسرش معناها إسلام وتشوف الدين محليه والدين تسامح ودين أخوة. اللي الآية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم إن الله عليم خبير. دونك آية تفسر كل شيء ومحليها, وجدت في وقتها وجدت في المكان المناسب بالرسمي, تخلينا نعتزوا بديننا نعتزوا بعروبتنا ينعم ينعم. لكن للأسف من بعد في مباراة الافتتاح ممكن صار برشا شارج على المنتخب القطري, تنظيم كبير وقطر دولة قطر ربحت الرهان وخليت برشا شارج على المنتخب القطري اللي كان مردود متاعه الحق متاع ربي مردود ضعيف وضعيف برشا, وفات بخسارته 2-0 قدام المنتخب الإكوادور. الهدف الأول كان في دقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء لفالنسيا, وهدف الثاني زاد عن طريق نفس اللاعب فالنسيا في دقيقة 31. اليوم دارت زاد مباراة كما حكينا بكري, مباراة إنجلترا وإيران. إيران اللي نذكره ربحها المنتخب التونسي في مباراة ودية 2-0. اليوم إيران تلعب مباراتها الأولى في المونديال ضد المنتخب الإنجليزي, وفات المباراة بنتيجة 6-2. ينعم الواقعية الكروية للمنتخب الإنجليزي. الهدف الأول عن طريق بيلينغهام, الثاني عن طريق ساكا ستيرلينغ ساكا, هدف آخر الرابع, هدف الخامس راشفورد, الهدف السادس في الدقيقة 90 عن طريق غري ليتش. وكان المنتخب الإيراني سجل زوز أهداف لكنهم كانوا مش كافيين خطر 6-2. اللاعب تارمي كان هو اللي سجل زوز أهداف ذمي. نذكروا زادة السادة المستمعين اللي المنتخب إفريقي قاعد يلعب تو, اللي هو المنتخب السنغالي اللي يلعب ضد المنتخب الهولندي. نذكروا اللي زادة المنتخب السنغالي منقوص من لاعب كبير وكبير برشا اللي هو ساديو ماني, بالحق ضربة موجعة برشا للأفارقة وللعالم وللسنغال بالأخص. 61 دقيقة أو شوط ثاني سنغال وهولندا 0-0. يقولوا لي إنه سنغال قد تقدم في مباراة كبيرة وكبيرة برشا, كما قالوا برشا محللين سنغال هي تفكير لاعبين بتفكير أوروبي لكن ببنية جسمانية إفريقية. دونك من المنتخب هذا يخوف, إن شاء الله نشجعوه مديمو من إفريقيا من نفس القارة نشجعوه إن شاء الله بالربح. نذكروا زيادة السادة المستمعين اللي 8 مش تكون مباراة أمريكا وبلاد الغال. هذه كانت فلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبور. نخليكم توا مع سيد المخرج أنور بن حسونة, محضر لكم برشا موسيقى بنينة شوية ونرجعوكم.